أبوك بيعرف وين أنت هلا وشو عم تعمل؟ أبي ما خصه، أنا عقلي براسي وبعرف حالي كتير منيح شو عم بعمل يا جميل. كيف ما خصوك شاي؟ كيف ما خصه؟ نحن ما صدقنا على الله أنت خلصنا من المشاكل. أخي فهمني شغلة واحدة، أنت شخصياً موافق؟ غازي ما بيتاخد على كلامه هلا، زلمة زعلان وآخر على خاطره، ولو لك يا جبل ما أنت أكثر واحد بتعرف هالشيء. ما هذا اللي أنا عم بقوله. وربي ما وقتها. ما وقتها يعني موافق. كنت عم تجدبل يا شاهين ولا شو؟ شو هذا؟ مين أكثر واحد وقف معك ومع منى؟ قل لي لشوف. هذا اللي شجعني إجي أفتح معك الموضوع يا جبل. لحظة لحظة. بشرفي أنا ما عاد فهمت شيء. هلا شو المشكلة؟ ما بس انت اللي مالك فهمان، ما حدا اللي الله خلقه فهمان علي شو عم احكي. يا جماعة الخير، هاي الجوازة مثل اللي عم يصب زيت على النار بالضبط. بدك بجوز العكس، مين بيعرف؟ مش يمكن هالجازة هاي تصفي القلوب؟ اسمعك شاهين، كلمة واحدة ما في غيرها، تصطفل منك لأبوك راسك وراسه. أساساً هذا الموضوع كلياته كان من بت بينه وبين أبي الله يرحمه، بس أنا وهي قدامكم عملكم إياها كلمة. إذا علي أنا موافق، وإذا بيصير عرس لأدبك بنص العرس، بس فيه مجبل. أم جبل هي كبيرة هالبيت، كلمتها بهالجازة هي الكلمة، فارميها على الله. وصلوا الكاميونة؟ أكيد هني ما حيمرقوا لنتأكد منه. الله محيي رجال. هلا بالشام واهل الشام. شو وينه المعلم جبر؟ لكنت شربت كاسة الشاي بكون وصل. لا دخيلك، هالمرة مستعجلين. خلي الشباب يفتشوا السيارات مشان نتيسر. يلا شباب يلا. يلا شباب. أنت خيو صخر؟ لايك هون كلنا أخو. أحلى عيلة والله.